الرحيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية من صغري حليت عينيا على جوج أنواع ديال الحب، حب الأب ديالي وحب الأم ديالي. ملي كنت كنجمع شي حوايج قدام لقيت هاد التصاور، كوبل كيتمشى في باريس في الستينات. الأب والأم ديالي واحد الصورة شدتني فيها مرا جميلة زعرة طويلة بقفطان مغربي مصورة حدا مرا سمرة رائعة الأم ديالي وجداتي من با جداتي اللي هداوها الباسيدي وهي مازال صغيرة اللي شاف فيها مراتو ودارها موت ولادو مي وجداتي شكون اللي قال هادو بجوج غادي يتلاقاو وانا كنشوف تصاور سولت راسي كيفاش الام ديالي سمحت في كل شيء على قبل الوليد هادي 60 عام شابه نصرانيه سمحت في عائلتها صحابها في مدينتها في بلادها وفي دينها باش تجي لبلاد جديده تدخل لدين جديد وتعيش مع فاميلا وناس جداد شنو اللي دفع الام ديالي باش تبدل حياتها وتبع الوالد ديالي لعالم آخر الحب هاد الإحساس الجارف اللي خلاها تبدل كل شيء واش الحب كان كافي باش يعطي الأم ديالي القوة وتخلي لي مراها ولي قدامها وتجي المجهول شنو التضحيات اللي تكون دارت باش قدرات تنسجم بحياتها جديدة وشنو التنازلات اللي دارهم الأب ديالي وقدر يدخل سيدة غريبة على العائلة الأم ديالي جاكلين ولات سميتها عزيزة وملي رجعت العزيزة لفرنسا ماتت بعد مدة صغيرة دفنت في باريس وحدها دفنت أخت ديالي بجوجهم ماتوا قبل الوقت الأب ديالي تدفن في الروضة الشهداء ديال الدار البيضاء حدا عائلته وأحبابه زواجهم ما دامش كانت نهايته في الأول تمانينات وكان الفراق واش الحب اللي كان كيجمعهم دبل مع الوقت أو الفوارق الثقافية أثرت على جواجهم للأسف للأب ديالي ولا الأم ديالي حاضرين باش يجاوبوا على الأسئلة ديالي وهذه الأسئلة مازال كتدور في راسي بغيت نفهم سولت ناس عاشوا في حال تجربة والدية باش يشرحوا لي ونقدر نفهم كتر تفكرت فرانسواز صديقة العائلة مجوجة مغربي
سلام فرانسواز، لاباس عليك؟ سلام حبيبه ديالي، عاش مسمع صوتك، اش اخبارك؟ نيت عيطت لك حيت كندير واحد دوكيومونتير على والديا اللي عرفتيهم، بغيت نهضر على جواج مختلط وبغيت نعرف رايك، خصوصا انك عشتي هذا الحب. شنو هو تاني هذا الحب المختلط؟ هو اللي كيجمع ناس من جنسيات مختلفه. لا بنتي، ما كاينش هذا الشيء ديال الزواج المختلط. كيفاش ما كاين زواج ميكست؟ كاين الحب، جوج ديال الناس حبوا بعضياتهم وتزوجوا، والشي الاخر ما كاينش منه. والديك تلاقاو وبغاو بعضياتهم بزاف، تزوجوا وعاشوا هانيين، من بعد تفارقوا. هذه هي الحياه. يلا حبيبه، بسلامة. الجواب ديال فرانسواز ما خنعنيش، كان خصني نتعمق اكثر ونتلاقى بالناس عاشوا هاد التجربه ونسولهم حتى لا ينداهم الحب. شنو اللي خلى شابه مغربيه مسلمه تزوج بيهودي؟ شنو اللي دفع سيده فيتناميه تغرم بمغربي؟ واللي خلى نصرانيه تزوج بعربي؟ هاد البحث فرصه باش نقرب لوالدي الله يرحمهم، نفهمهم وما ننساهمش. الرحله ديالي بدات مع ليلى، وحده من العائله اللي عرفت والديا وتقدر تولي عليهم. قلت على هاد السؤال؟ انا قال عليها انا ولا لفاطمه لوستي ولا لم كلثوم وماماك. عقلتي من اول مره من جات ماما في المغرب؟ نعقل عليها النهار الاول فاش جات، كنا في الرباط عند لفاطمه، وهي قالتنا راه سيد العروي غادي يجيب عروسته. وماما كدخلات، انا ملي شفتها تنقولها سبحان الله العظيم كتشبه الغاسكالي. واجب كانت غزاله ماماك، طويله ورقيقه ودائما فاتي والو. ما عمرك واخا تمشي عندها في الصباح تلقاها لابسه حوايجها ومعكره ومكحله. وهذا هذه هي التصويره الاولى ديال ماما من جات مع مع ننا، مع ايمن رجلها. هاي كانت غزاله ماماك. هذاك القفطان الخريب، هذاك داك الساعه كان زعما اللي عنده قفطان الخريب راه عنده كل شيء. صح. ايه وكبعدها غالي بزاف وكانت لبسو غير في العراسات سيتو. كنتخيل كيفاش ما بين ماما ونانا كيهضروا بعضياتهم وزعما عالم اخر. ايه حقا عالم اخر بالحق. مرات ولدها لا بدا تبغيها باش ولدها يكون على خاطره. وهي نانا كانت لينه بزاف بزاف بزاف، ما عمرها ما كتغوت، وكان عندها واحد الحلق صغير ومحبوبه بزاف بزاف. علاش العكوزات ما كانوش هكذا؟ كانوا رجال كيمشيو فاس تيمشيو يقراو على برا، وتكونوا باقيين صغار يلا 25 عام هذا كيتلاقاو مع البنات، ولا عجبتهم شي وحده كياخذوها وكيجيبوها. وكيمشي لإماواتهم ما كيعجبهمش الحال، حيت دابا ماشي بلاد وحده، ماشي الدين واحد، وهما كانوا طامعين في بنت فلان ولا بنت فلان، شتي كيصوبوا الزواج ديال ولادهم قبل ما يجيو. ومن جات ماما في المغرب درتي فرق معاها ولا كيفاش؟ لا بالعكس. ايه ملي كانت مرات باباك ولات شي وحده من العائله، كانت تتبغي الناس وديما ضحكه وما كتلاحظ لا هذه مزيانه هذه ما مزياناش، دائما ما كانت زعما ضريوشه بزاف ماماك. شنو هاد التصويره هادي ليلى؟ هادي انا وهذا خويا. ولكن هذه لا كومينيون. اي لا كومينيون الاولى، كنا كنقولوا لا كومينيون الاولى ديال البنيتات والاولاد، نقولوا بحال الدخله في
في لادوليسونس، فهمتي؟ هي هادي كيديروا هاد لا سيريموني هادي. هي انتيا ليلى ماشي مسلمة؟ لا، وهي انتيا ليلى نصرانية؟ اييه. خلقيتي كنت خلقيت هنا وتربيت هنا وقريت هنا. انا حتى درت 25 عام عاد نمشي لفرنسا، ما كنعرفش اي فرنسا. هادشي كان في الصغر ديالي، وعشت نقولوا عشت نصرانيه حتى انا فاش خديت سيدي محمد وبدلت. انكرويابل. شنو هو السميه ديالك ليلى؟ السميه ديالي كان نيكول غاياخ. انا عمرني ما عرفت ما بين انت يا سميتك نيكول وانت يا نصرانيه. لا، انا النهار اللي خلقيت كنعرف ليلى. ليلى ليلى كتهضر بالعربيه، كت عايشه بحال شي مغربيه، ماشي بحال عايشه مغربيه. شنو نجيب لك الخضره كلها؟ اييه اصلي القرعه. نجيب لك بطاطا حلوه؟ ايه. ما عندكش؟ لا ما كايناش. لفت كاين. واخا صافي. والوان ديال واش ليدات ان شاء الله؟ صافي خلو دير لي الحساب باش عاوني نجي غدا. كيلو ديال الكرامان ورونديل ديال 400 غرام. ميرسي سعيد. فاش كيسميوك الناس؟ اللي كيعرفني كيسمي لي ليلى، او في المارشي كيعيطوا لي حاجه ولا شريفه، كل واحد كيف بغى. شنو السميه اللي كتعجبك نتيا؟ انا ليلى هي سميتي. شنو هي قصه ليلى؟ منين خديت سيدي محمد طلعت لدار البيضاء. دار البيضاء مشينا عند حبيبو خالو ومرتو. قال لهم ها مراتي تزوجنا وهذا. وهي مسكينه الله يرحمها كتقول له هنيه عليك اخيي اللي ما خديتيش ديك النصرانيه ديالك. وسيدي محمد بقى تيشوف فيا حسبو زعما ما غاديش يعجبني الحال ولا هذا. قال له مرات حبيبي راه هي هادي. هي قالت له ويلي 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 كنت تدير هكذا ويلي ويلي. قال انا كنرضعت صبعي كدوي بالعربيه، وملي قلت لها مرحبا وسلمت عليا وقالت لك الله يبارك فيك وهذا هذا. قلت لي قالت لي بصح بنتي؟ قلت لها بصح. ديك الساعه كان عندي شي ما كملاش 19 عام، شي 18 عام. قالت لي وانا هاد السميه ديالك ما نعرفش نقولها، ودابا انا كانت عندي بنت كنسميتها ليلى، هي ما عمرها ما ولدت. قلت لها مبارك مسعود. ايوا عيط الزرجه. سي محمد يا سي محمد، سي طلع للسطح جيب داك الفروج غنذبحو غنسميو ليلى. وهي هذه قصه ليلى. من كنتي هنا في المغرب من كنتي صغيره كنتي كتهضر العربيه؟ لا كنهضر بالعربيه، حيت با كان طبيب في تازه في الريف، وحنا ديما كانت عندنا فيلا في العرسه ديال السبيطار. والدراري مع من كنتلاقى هما المرضى الصغار وكيجيو من الجبال ما كيدويوش بالفرنساويه. داك الساعه انا عندي 5 سنين 6 سنين دغيا تعلمنا اي باللعب. وجاتك الفكره من كبرتي مع والديك نصراني مشوشهم، جاتك فكره غتاخدي مغربي؟ لا عمر. لا كي وقعت؟ كي وقعت لقيته. كان شي واحد خدام في السبيطار مع با غادي يتزوج وعرض علينا، وماما كانت عيانه قال لي با يلا تمشي معايا. ديك الساعه عندي شي 16 عام. ملي مشيت معاه شفت محمد وانا تندوي شكون انت فارماسيان عاد تكمل الدروس ديالك وهذا. وقال لي ممكن لي نعاون نشوفك مره اخرى. قلت له واخا ما كاين حتى شي باس. وهكذاك بقينا حتى قال لي بغيت ناخذك. انا قلتها لوالديا. مي كانت شويش قالت لك لا يمكن ياخذ ربع العيالات وهذا. وبا قال لها هذاك الشيء ماشي شغلك بيناتهم، ملي بغاتو بغاها وفارماسيا زعما ما غاديش تموت بالجوع، غادي يكون زعما عيشه مزيانه. هو ساكن هنا كان هنا في دار البيضاء وانا كنت فاس. جا مورايا نهار السبت
نهار الحد في الصباح مشينا عند العدول مع باه ومع با وتكاتبنا وتغدينا عند امي وطلعنا. نهار اثنين كنا في الخدمه. هذا هو الزواج؟ لا هو الزواج. ما مشيتيوش شهر العسل؟ لا 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 لا. وانا قلت له دابا راه انا دراوش ما عندنا فلوس يلا بدينا. النهار فاش يمكن لك تعبيني لفونيز مشي رحبه زوينه وهذا فريو شنو التلميذ اللي يمشي معاك؟ ما حدك ما عندك فلوس باش تديني؟ ما عندي فين نمشي. من بعد جاوا الدراري ما مشيت شي حتى كانوا الدراري تيقراو عداني لفونيز بعد شي 30 عام. والديك في خبرهم اللي سلمتي وداك الشيء؟ اه معلوم علاش غنخبع عليهم؟ لا معلوم سلمت. وما قالوك حتى شي حاجه؟ هذاك الساعه بيني وبين رجلي وبين وليداتي زعما ما غاديش ماشي حيت سلمت غنقول لهم ما تعاودش تجيو عندي وما تعاودش تمشيو للكنيسه وما تعاودش ديروا داك الشيء. وما عاشوا وانا عايشه في بلاد مسلمه وراجلي مسلم وكل شيء مسلم وما غنمشيش. ما عندي لاين ما عندي لاين. انا بلادي هي هادي ونسلم باش نجمعوا العائله وانا تنعرف تي داك الشيء اللي تيكون في الدين ديال المسلمين كنعرفو حيت عشت معاهم مع صحباتي في العياد وفي هذا ورمضان وهذا وهذا. ايوا فتالي جبنا هذاك العدول وسلمت. وانا من الاول فاش خديت سيدي محمد تنصوم واخا قبل ما نسلم كنت نصوم. كيعجبني رمضان ديما كنت نصوم. والدراري ديالي كبروا تيشوفونا حنا تاش تنديروا كيديروا تما بحالنا. وفوق ما بغى سيدي ربي غنموت هنا وعندي بلاصتي في الروضه ديال الرحمه مع سيدي محمد بعد سنين طويله مع وليداتي وداكشي كنا مجموعين. وهكا عرفت بلي ليلى اللي ديما عرفتها بليلى كانت نيكول. قصة حب ليلى كان فيها عبق من داك الزمن الجميل. ليلى نسات الماضي ديالها باش تنجع الحاضر ديالها باسم الحب. ولكن قصص الحب كتختلف من واحد لواحد. طريقي داتني عند كارولين ويزيد في مراكش. Je suis née en France. أنا تزوجت في فرنسا بالضبط في شرق فرنسا في الجورا. كنحضر من عائلة غنية نقدروا نقولوا عليها برجوازية. فعائلتي كانت ديما المادية حاضرة ولكن كانت ديما شي حاجة ناقصة. كان الحب ناقص. الفلوس كاينة ولكن القلوب باردة. كنت ديما حاسة بالحب ناقص. وانت يا زيد؟ بيضاوي شفنا كذا جديد في الدار البيضاء يا ابخي الستينات بالضبط في 64 والديا داونا لفرنسا للم شمل الاسره. حنا في العائله 8 4 ديال الدراري و 4 ديال البنات. كنا ديما مجموعين ولكن كان الحب ناقص. لامور و تو سكي بوفي اتر واخا عايشين في دار وحده. الوالد ديالي كان ديما مسافر وكانت الوالده ديالي غارقه في الخدمه. انا تزوجت صغير بزاف كان عندي 20 عام. ولدت خمسه ديال الاولاد من المراه الاولى وسته ديال الاحفاد وفي القريب غادي يوليو سبعه. فوالا. وانتي كارولين فايت زوجتي؟ لا ما عمرني ما تزوجت قبل. واش كنتي كتحلمي بالزواج؟ نو سي با سيتي با ما كانش بالنسبه ليا حلم. مي افيك يزيد سيتي اون ايفيدونس. ولكن مع يزيد بدلت رايي. كوم افوار وليت باغا الزواج والولاد افيك لوي. واش عاقلين على اول مره تلاقيتي؟ لا بروميير فوا اول مره تلاقينا في البيرو كانت في 2008 في ذاك الوقت. كنت مسؤولة في سيرفيس ديال فرز النفايات وعاقلة على ذاك النهار ملي دخلتي البيرو وبديتي كدير في دوك الحركات ديالك. شي حركات
عاود كيف انت كدير؟ ما عرفتش، دخل عندي البيرو، كنت انا مدير عليه، وكنت اول مره غادي نشوفه. كان كيتعوج وينقص غير بوحدو، قلت مع راسي هذا مصطي. انا غير كي دخلت الشتاء هكا قلت ناري هادي غادي نهبلها مسكينه دابا تشوف، وليت ندير لها غير شي حاجه اللي ما عمرها شافت. نتعوج عليها شفتي ديجا كنت كندير شي حركات وكنت عارف غتقول هذا شي مصطي. اذا القصه ديالكم بدات خايبه. ولا لا. ولا لا، ولكن هذه غير المره الاولى، من بعد بداو المشاكل. واحد المره كنت غادي نقضيها، خرجت لي عقلي ديال بصح. كانت الشيف ديالي. المهم جات عندي لواحد لاكابين كنجلسوا فيها وكناكلوا فيها حنا اللي خدامين. جات عندي وقالت لي خاصني نظفها. قلت لها كيفاش؟ شكون يحسب لك راسك؟ شنو زعما نسيق ونجفف؟ عمرني ما سيقت لشي وحده، امي وعمرني ما سيقت موراها. وانا نقول لها عندك زوج حلول، اما غادي تمشي اما جو فيت غونتخي دودون. زعما كان من احقر الناس اللي تلاقيت بهم في حياتي. هكا كنت كنشوفو، كان كيبان ليا مكلخ خايب ناصر. ومن فوق هاد الشيء عربي. لا، هاد النقطه ما كانتش مهمه بالنسبه ليا. بالنسبه ليا لا لون البشره ولا العرق ولا الدين كيبانوا ليا في الانسان اللي قدامي. كندوي عليا انا كارولين. بالنسبة ليا كتبان ليا فرنساوية زعرة زوينة صغيرة، ما نقدرش نتخيل راسي معها ولا حتى نقرب ليها. أنا سمعت باللي عنده قدرات ديال العلاج، عاودوا ليا باللي معطي ليه وكيعالج، وأنا هاد القضية كنآمن بها، ولكن حقاش هو دخلت ليا من ودن وخرجت ليا من ودن. حلمت ثلاثة ديال الحلمات عليها، حلمت بشي حوايج كيخصوها وكان خاصني ندوي معاها. الحلمة الأولى دوزتها، الثانية قلت ما سوقيش، الثالثة ثابتة كان خاصني ندوي معاها. جا عندي وعاود لي الحلم ديالو والرمزية ديال كل حاجة في الحلم، وما عرفتش علاش كل كلمة قالها قاستني وحسيت بها. في هذاك الوقت كنت كنمر من مرحلة الضياع، كنت تالفة ونقدر ندوز النهار كامل مجبدة في الصالون ديالي وكنشوف في السقف. علاش ما عرفتش، المهم كنت مهمومة وتالفة وديما خاطري مقبوط. ملي جاو دوا معايا تيقتو وقلت له اشنو كتقترح عليا؟ قال لي كنقترح عليك ندير لك حصص ديال العلاج بالطاقة. قلت ليه اوكي. وديك العشية نيت جا عندي ودار لي حصة عاقلة عليها بحال البارح. كنا جالسين في لاصالة مونجي مقابل معايا وشد لي في يدي بحال هكا، وكانت في يدو شي حاجة معلقة كتأرجح. غمض عينيه وبدا كيدير شي ترنيمات وصلوات باللغة ما كنعرفهاش. في ديك اللحظة قلت مع راسي اش كتخربقي كارولين؟ واش دابا انتي من عقلك كتسني العلاج من عند الخرباق والمكلخ ديال يزيد؟ هادشي ماشي معقول. اشنو كندير؟ شوية هو يقول لي دابا ندوزو لتقنيات التنفس باش نخرج الطاقة السلبية اللي عندي. مهم ما علينا، الحصة اللي من موراها غادي نخدمو التنفس، الحصة الثانية الثالثة الحصة الرابعة. المهم واحد المرة باش يوريني كيفية التنفس من البطن هز التيشيرت ديالو. تما انا ما عرفتش مالي، بالي يزيد واحد اخر، العضلات والبرونزاج ولاو كيبينوه زوين. المهم تلفت وليت باغاه وما عرفتش، راسي كيقول لي ماشي يزيد وقلبي كيقول لي وي وي. ديك العشية دخلت للدار، كانت السبعة ديال الليل، عيطت ليزيد قلت ليه خاصني نشوفك. مشيت حتى لعندو مع السبعة ونص ديال العشية. خرجت باش نتلاقى بها ودازت هزاتني من الطريق. مشينا جلسنا ودويت معاه، شرحت ليه، قلت ليه اسمح ليا ولكن ها شنو كنحس بيه، كنبغيك وما نقدرش نتحكم في هاد الشعور. كانت صعيبة عليه، خدا وقته وجاوبني في 25 ديسمبر.
كان هو الكادو ديال النوال. كنت خايف من كل شيء، وأول حاجة هي نظرة المجتمع، وأولهم والديا اللي بالنسبة لهم الطلاق ما كاينش. عاد غادي نقول لهم أنا راني قررت نبدل حياتي، واخا ديما كنت كنقول مي أمي أنا ماشي مزيان، راني مريض. إوا أصبر يا ولدي، ربي راه غادي يصاوب لك كل شيء. والمرحلة الثانية واللي صعيبة هي مرتي الأولى. كان خاصني نعلمها ونعلم ولادي، راه عندي نيت خمسة. كيفاش نقول لهم باللي غادي نبدل حياتي وغادي نخلي امكم؟ دست من مرحلة صعيبة، صعيبة بزاف. أنا تفهمت، حيت باش تبدل حياتك من بعد 27 عام ديال الزواج بين ليلة ونهار ماشي سهلة تبدل كل شيء. ولكن أنا كنت مرتاحة وعارفة باللي هذا القرار كان هو الأحسن بالنسبة لي وليه، وكنقول ليه غادي نتزوجوا ونولدوا ودابا تشوف. ولكن القرار بيدو ما كنتش نقدر نرغمو على شي حاجة، كانت صعيبة عليه بزاف. شحال من مرة تفارقنا ولكن ما كناش كنقدروا، قد ما الأمور صعيبة قد ما اللي كان كيجمعنا قوي. هنا كاين قلبنا اللي كيجمعنا بالحب، وهنايا كاينه شجرة الحياة، وشجرة الحياة كترمز للبدايات الجديدة. عقل على أول مرة جبتيني للمغرب، ليلو كان عندها 9 شهور، لا 5 شهور ولا 4 شهور، كانت صغيرة بزاف وبغيتي توريني المغرب. كنت باغي نوريك المغرب. وكنتي 10 سنين باش ما رجعتيش للمغرب. 10 سنين دازت بلا ما نرجع البلاد. 10 سنين نسيت فيها بلادي. ولكن ملي تلاقيت بكارو وتزادت عندي ليلو، بغيت نوريهم المغرب. كنا جينا بالطوموبيل وفي الطريق دزنا على برشلونة، وقلتي ليا غادي نستاسيونيو في باحة الاستراحة في لوطوروت باش ندوزو ديك الليلة. في لوطوروت كنا باغيين نعسو شوية، وكانوا الكاميوات غاديين جايين. انت تجبدتي في الارض فوق واحد الزربيه صغيره، ليلو كانت في الكونه الصغيره ديالها اللور بينها وبين سقف الطوموبيل غير شويه. انا كنت جالسه معدبه معوجه، معدبه فوق الكوسان، عاقله مع جوج ديال الصباح. هزيت بنتي وقطعت لوطوغوت وبت في لوطيل اللي مقابل. ولكن ملي رجعنا من المغرب كنت جلست في الارض ديال البلاد، كليت في الارض بيدي، عشت ديك الحياه البسيطه الزوينه. ما بقاش ضروري عندي الأوتيل. ملي كنا راجعين ما بقاش بغا أوتيل. الحياة بسيطة وزوينة، إحنا اللي كنعقدوها. ديجا لاباز أنا الفلوس ماشي كيك شوز إمبورتان عندي أنا. كاينين ما كاينينش. هذاك الأفكار عمرو ما داز في راسي، هي عندها الفلوس أنا ما عندي الفلوس، هذاك الشيء من جهة فاميلتي ما من جهتي أنا لا. زعما من جهتي انا ما هذاك الشيء ما كان في راسي. فمن تاع الاول راه عندك العربي راه غادي ياكل لك فلوسك، عندك راه غادي يهرب لك فلوسك، عندك راه غادي يديك المغرب تولي ديري الحجاب، عندك راه غادي تمشي تسلمي، عندك هاد الافكار جا من جهتهم، من جهه فاميلا، وما كانش من جهتي انا ولا من جهتها هي. أنا فخورة أني خليت فرنسا، خليت شي حاجة اللي كنعرفها باش نجي للمجهول. ماشي سهلة باش تعيش مع ثقافة مغايرة، باش تأقلم مع مجتمع مختلف، حيت شي حوايج كنت يلاه كنكتشفهم. ولكن بقيت كنجي ونمشي حتى ولفت شوية بشوية، واخا كانت صعيبة. ولكن يزيد عاوني بزاف باش نفهم ونتأقلم. ما كنفهمش بزاف في الدين الإسلامي باش ندوي فيه، ولكن بحال الإنجيل
كتاب سماوي كيقول لك شنو دير وشنو ما ديرش. المهم واخا ما كنفهمش بزاف ولكن كنتبع الحدس ديالي وقلبي. انا كنتبع ديما قلبي وشنو كيقول لي، ما محتاجاش الكتاب باش يوريني. انا نقدر نفهم بوحدي، تقدر تعطيني غير جمله واحده نتلقى بشي واحد، نقرا كتاب ونطور من راسي. انا نقدر نتبدل، حتى حاجه ما ثابته. حنا في فرنسا عندنا واحد النظره نمطيه على العرب. انا بغيت نهرس هاد الفكره وبغيت نعرف المغاربه ونعيش وسطهم. هاد الشيء علاش فضلت نعيش هنا. وانتي كيفاش لقيتي بلاصتك فهادشي؟ ديجا انا كنحاول نحطم هذوك الافكار المسبقه. ماشي حيت انا نصرانيه وزعره، راه عندي الفلوس وعايشه في الرياض والطوموبيلات. شحال من مره كنلاحظ الناس كيتصدموا ملي كيلقاونا راكبين بثلاثه في الموتور مع ليلو، كيقولوا اوه زعره وقوريه فوق الموتور. ولكن انا مرتاحه وعاجبني الحال. هنايا كنحس براسي كنعيش. الحياة عندها نكهة واحدة أخرى ملي كتشوف الدراري الصغار كيلعبوا ولا جارتك كتجيب لك كسكسو. هذه هي الحياة. ليلو فين بغيتي تعيشي؟ المغرب ولا فرنسا؟ اين بلاد كتبغي كتر؟ شنو كيعجبك كتر في المغرب وفي فرنسا؟ كيعجبوني بلادات كاملين. كيعجبوك كاملين المغرب وفرنسا؟ شنو اللي كيعجبك في المغرب؟ كتعجبني الحياة. وشنو هي الحياة؟ ما عرفتش، انا كيعجبني المغرب وفرنسا فحال فحال. وفرنسا شنو كيعجبك؟ شلالات الانهار وما كاينش الصهد بزاف. في المغرب كاين الصهد بزاف ياك؟ ايوا. ولا خيرناك تعيشي في المغرب ولا في فرنسا شنو تعزلي؟ بجوج. On est différents, on est chacun de son côté mais حنايا مختلفين، كل واحد فينا مبدل، ولكن لقينا واحد التوازن وخلقنا هذا التوازن اللي خاص بنا وبحياتنا. كارولين ويزيد فضلوا يخلقوا هوية جديدة خاصة بهم، لا مغربية ولا فرنسية ولكن كتجمعهم جوج. ويمكن هالتوازن اللي عايشينه هو اللي عطيهم القوة اللي أثرت فيا. نتمنى لهم كل خير. رحلة ديالي دتني لسيدي يحيى الغرب، مدينة فلاحية صغيرة وسط المغرب. Thank you.
تما لقيت مرا أرملة 30 عام هادي. بابا لا دي لين بكي فيت معي تشوي مي ناينا كما يعني كنمشاو هي والعائله ديالها مشاو واحد البلاصه بحال تيتفاهموا كانوا فيها لي ماروكا مجموعين دير من مشاو تما عرفوها بالوالده قال لها فوالا راه واش توجي به راه سي ترياف هادي على اساس في اون غلاس عرفهم بعضياتهم ايه زميله فبها جونتين زعما زينه انا واخا قلت لك هي عجبها وزوين فهمت واش عجبك ديك الساعة حسيتي كتحبو؟ اها ديك الساعة وما عارفة والو مازال صغيرة لا زعما كان راب مي كان زعما خرجوا شوية هاد هبطت مع هادي هادي ايوا وعرفتيه مغربي؟ ني فيتني ماروك مي ما لا نيو هاكم شادو مي ناي مي ما معمون اه قالت لك كو عرفاتو مغربي وبزاف زعما ما خل زعما ما قبلوش ليها الناس قال لها لا عندك ولكن عائله وداك الشيء ولكن هي بغاتو كون يو غي فيتنام يعني زعما دي فيتناميا خذي ان فيتناميا وبلاش تاخذي زعما ان نوتر من ليترونجي وما عرفاش هي بزاف زعما ولكن هي بغاتو جذبها اعجبها كي ما جذبهاش ما تشوفش زعما سمعتي قال لك جذبها عرفتي فين المغرب في لاكارت ها فيتنام هنايا ها المغرب هنايا خم فيتنام صح خم فيتنام ما عرفاتش هذاك البعد وداك الشيء ما عرفاتوش ما عندهاش ما عرفتش ما عرفاتش زعما هذاك البعد لا ديستونس اللي تكون زعما بعيده ولا شي حاجه سي لامور اللي اما عرفتي مسلم سلم ما نوفي زعما خم فيتنام كيجي هاد ديك الساعه الام ديالي ما عرفاش زعما الاسلام ما عرفاش زعما لا ريليجيون ديالو واش الاسلام ولا سي دوي زعما مغير نرنين تاع كومبيت كيجي حتى ديك الساعه لاج ديالي لا 18 يلا تتعرف الدنيا والحياه وداك الشيء وهو قال لها ما بين شي نهار غادي ندخلوا في المغرب كومبيت لانك ما لا ما قالت لك حتى ولدت 3 انفون نورمالمون تما عاد هضروا معها باش هضروا معاهم باش زعما يجيو يجيو المغرب في حرب لاندوشين جندات فرنسا بزاف ديال الجنود مغاربه وشي وحدين منهم تزوجوا بفيتناميات وأسوا عائلات وفي 1972 سمح جلالة الملك الحسن الثاني لسبعين جندي بالرجوع للمغرب مع زوجاتهم الفيتناميات وولادهم وهو من جاو هنايا سيدنا عطاهم أراضي تم فرقوا عليهم أراضي دي بتي فيرم وداك الشيء وفين تيخدموا فين يقدروا فين يعيشوا فيها فين يبقاو يديروا لاكتيفيتي ديالهم نوصلوا مشاو عند العائلة الأب ديالي فين؟ في نواحي ديال مولاي بوسلام كيفاش هاد الناس فرحوا بها ولا شافوا فيها ولا كيفاش؟ كل شيء لاينا مزيانة لاينا زازن ديالي كل شيء مزيانة هلاو في هاري ما أنا هادي ألوبي متسق متسق مي غملة مي انمان مكان الماكلة ماشي ماكلتها نتي وتما في لا كومبان ماشي لامام فالماك بحال في الفيتنام 72 كاين زعما ما كاينش ترونسبور موين ترونسبور ما كاينش بزاف ابسط زعما ابسط الحوايج ما كانوش كان هذيك الساعه الفرغوت في المغرب كان نتي من في لا كومبان وداك الشيء ما ولفاش زعما ما تادبتاتش دغيا تي ما كنت تاو ماما ما باش جسلت تما عند عائلة الوالد ديالي جدي قال لها زعما خصك تدخلي الاسلام دخلت الاسلام فهمت زعما لا ريجيون ديال الوالد ديال الاب ديالي شهدات وسلمات وتتلبس قالت لك غير هي اللباس ديال المغرب وداك الشيء تراديسيونيل ما عرفتش تلبسو صدق تتمشى ما تعرفش تمشى به وداك الشيء السميه ديالك مغربيه شنو هي؟ انا ولا فاطمه بلادم على صون هلا اي تليفون ولا فاطمه شنويه فاطمه بزاف بزاف فاطمه ولا هادي دار انا لا تاع فاطمه هيا لا خوت تاع فامي ما صون فاطمه هون على فاطمه بو هاد شنويه جاب 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 جاب
علي أول نجي مكريب كان تمارا أما السبات مع الولاد كل ولادنا السبات كل شيء مع الولاد كتصبر صافي مع الولادنا السبات كل شيء كل شيء على الولاد صافي هون ما كان الولاد في مكة السبات كما كانوا الولاد السبات مع الولاد ماشي زعما على تمارا أنا هادي أنا هادي لا ماشي هو صافي ها سبت مع عزازين مع الولاد واخا كان هلا ما كان ها سبت هادي عيلات مقريب جوزة مع عزازين ها سبت الساق زيب خمسة بطاطا كيلو بطاطا هات جو زيد كيلو هم هات جو ايوه صافي هات هات سبت ولا غوز ما كان في لورة هادي لا كان فلوت هلا ما كان فلوت هافها صافي كون خب أجاي كون خب زيتون صافي السبت ديالنا حنا باش ديريه صافي شكرا شكرا عليك بالسلامة سلامة بجد طيب هوري لاباس الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله هما يا فهاديك الجينيراسيون ديالهم ديال باش من الفيتنام ولفوا هذاك الصبر هذاك الشيء اللي داز في الفيتنام من لي غير وداك الشيء صافي شحال الولاد عندك دابا 10 الولاد اون كيا لولا كريم براهيم صوفيا هوريا مينا ليلى فاتحة حمد خديجة خديجة فاتحة حمد شنو كنتي كتاكلهم من كانوا صغار كسكسو أو لا بابون أنا وزي فيتنام دي أنا روت طيبي ما دينا مكة من فيتنام لبا في جي مقرب طيبي مكة مقرب كان طيب المكلة مغربية؟ طيب هكا مومي كل شيء حبو طعم نعزن ملوي كل شيء حصة خليك طنبير البنسيون عايشين الحمد لله بخير تقريبا تيتاو 200 درهم باردون 200 درهم 4500 4500 درهم صافي في الشهر صعب هادي لا بونسيون ديال صافي لا با على كاينه هادي الزرع زرع هادي كره زرع من فيتما ما كانوا تيزرعوا تيديروا تيزرعوا الفلاحه تزرع الفلاحه تدير الزرع كل مره شنو تيديروا الارض داك الشيء حيت بها باش اما هذيك لا بونسيون داك الشيء ما كافيهش زعما ما في فيتنام تيديروا واحد القضيه غير اول حاجه تعلموهم كيفاش يتعاملوا مع الناس عملوا قريوهم الاداب مع الناس يعلموهم كيفاش يهضروا كيفاش يتعايشوا يحنوا على بعض يحنوا زعما يكون فهمتي الكود ما بيناتهم ماشي هذاك ديال الشر مع يبغي فيك شي حاجه خايبه ولا هذه وهذا الشيء هي علمته لكم؟ علمته شي سنة أنا مثلا مشي من تقريبا كل شيء من عندها هي زعما أنايا بزاف الحوايج تنتعلم من لما تقول لي ما كون ظريف مع الناس ما تفلاش على الناس أنت كون معقول وبقيت على هذاك الشيء أنا أنت أحمد كتحس بفرق؟ لا تحس كاع فرق نهائيا مع الدراري الاخرين مع لا بالعكس عادي كاينش فرق فوقاش من تيشوفك شي واحد غادي في الطريق وما تيعرفكش تزبل ليه
زين في الفيزا تجبع ليه ازياتيك شويه تهضر بالعربيه تي شوكي كيتشوك شويه ولكن ليه اكثر يعرفني مع ميتيس وداك الشيء ولكن ما كيعرفكش اللي ما تعرفنيش ما تجيه غريبه ما جاء فيتنام صافي صافي على مكرر دابا مشي فيتنام الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله هذه كبرت بنسي الأولاد الحمد لله Yêu nhau, cõi áo ấy mà cho nhau về nhà Rồi rằng cùng cha rồi mẹ Lệ áo ấy phá cầu Tình 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 đánh rơi Tình 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 đánh rơi Yêu nhau, cõi áo ấy mà cho nhau về nhà Rồi rằng cùng cha rồi mẹ Lấy áo nghĩa phá cầu Tình 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 lánh rơi Tình 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 lánh rơi Huyền, Hèn, ولات فاطمة الشينوية جبال حب المغرب مسحت دموعها على رجلها وشمرات على دراعها وبقيت في المغرب على قبل ولادها اللي ولاو قلب حياتها الرحلة ديالي داتني للدار البيضاء عند واحد الكوب نادر نلقاو بحالو في هاد الأيام من حدنا لقينا أماندا الأخت ديال توني كتزور المغرب أماندا عاود لي قصة توني اللي عيط لك واحد نهار وقال لك أنا كنبغي مغربية First of all, nobody calls anymore. بعد حتى واحد ما بقى كيعيط هاد الأيامات جاني مساج من عند توني كيقول لي تلاقيت بواحد المرأة رائعة and I love her كان بغيها and I want you to meet her وبغيتك تلاقي بها fantastic قلت ليه مزيان هذا أحسن خبر سمعته واش هذه أول مرة يصفت لك توني مساج بخصوص مرأة لهذا الحد هذه أول مرة هذا المرة كانت متميزة إذا نحسيتي باللي هاد المرة القضية بصح وبزاف بالتأكيد وصفت لي تصويرته معها وشفت وجههم بدل وشفت وجهها واخا ما كنعرفهاش ولكن حسيت بهم كيبغيو بعضياتهم كانت باينة واش عرفتيها مغربية؟ أكيد وكذلك مسلمة؟ بالتأكيد وصفت لي تصويرها ديالها لابسة اللباس الأمازيغي وكانت جميلة بزاف وكتنبض بالحياة بغيت نتعرف عليها ولكن راها مسلمة ومن بعد الحب هو الحب هذه التصويره الاولى ديالنا كنا خدينا سيلفي داك النهار هذه هي ديك التصويره ولكن فحال الا كنا كنعرفوا بعضياتنا من زمان كنا كنبانو كوبل وكانت لحظة الحسم كان الوقت اللي نصرحوا بعدنا بكل شيء ما نخليو حتى شي سر بيناتنا اللي يقدر يعكر علينا حياتنا من بعد دوينا على الماضي وانا نقول لك انا يهودي الديانة وما زال عقل باللي كانت لحظة مؤثرة كيف ما أنا كنت متوتر نتلقى بمغربية أنت ما كنتيش كتسني تلقاي بواحد يهودي الديانة ما كنتيش عارفها ولكن حسيتي بها ياك كنت متفاجئة ولكن ما مصدوماش وبحكم أنني عرفتك وعرفت شخصيتك كان بالنسبة لي غير ديتاي صغير لأنه في حتى شي لحظة ما حسينا بالثقل ديال هذا الامر فكاع داكشي اللي دوينا فيه
من قبل عمرني ما حسيت باللي الدين غادي يشكل شي مشكل في حياتنا. تفهمنا قبل ما نتشوفوا، أرواحنا تفهمت قبل كل شيء. ولكن إلا كنا بغينا نمشيو بعيد بعلاقتنا، كان خاص شي واحد فينا يتخلى على الدين ديالو. كنت عارف بلي أنا اللي مجبر ندير هاد الخطوة، احتراما ليها، لعائلتها، البلاد اللي أنا فيه، والمجتمع اللي غادي نعيشو فيه. ولا واضح بالنسبة لي بلي أنا اللي غادي نقرب ليها. وملي وصلنا لنقطة إعلان الإسلام كانت سهلة بالنسبة لي. كنت كنشوفك كتصلي، وكنت كتبين لي على جمالية الدين الإسلامي، وكنت قريت بزاف على الصوفية والروحانيات والحب، وهي مرحلة مهمة مريت منها باش نسلم. كيف ما أنا أمريكاني ومغربي، أنا يهودي ومسلم. حنا ولاد العم، اليهود والمسلمين بيناتهم نقاط مشتركة بزاف. كنعيشوا في جو من الروحانيات اللي كتسمو بيا الفوق. كيظهر لك باللي فدوى وطوني يقدروا يعيشوا السعادة 100%. متأكدة 100%. بالتأكيد حتى حاجة ما غتمنعهم من السعادة. ومن اللي أخوك علمك باللي غادي يسلم؟ داكو مزيان. I love my brother. أنا كان بغي خويا كيف ما بغي يكون، شنو ما بغي يدير. حب الخويا حب لا مشروط. هاد الشي ماشي مهم. أنت يهودية ديانة؟ أنا يهودية. كتمارسي الديانة اليهودية؟ كنمارس ضروري. ما حسيتيش باللي خوك كيبعد عليك؟ طون فخير بارتي كيلكو بار؟ لا نهائيا. كاين بزاف ديال الشعائر الدينية عندنا في الديانة اليهودية. أنا متدينة، كاين اللي متدين أكثر مني، وكاين اللي متدين أقل مني. أنا مرتبطة بشكل كبير بالثقافة الدينية اليهودية اللي هي جزء مني، ماشي بحال عائلتي، أنا بوحدي. فدوى كيفاش قلتي لماماك أنك تلاقيتي بتوني وأنه يهودي؟ قلت لها ماما فرحي بالضحك. قلت لها فرحي ما بنتك ما تبقاش بايرة، حيت كنا كنقولوا هكا بالضحك. قلت لها ولكن راه كاين بزاف ديال الحوايج، ماشي غير ما غنبقاش بايره وصافي، ولكن السيد راه جلسي اسي توا. اي فوالا جو دي جو كومونس بار لو بلو. بديت باصعب حاجه. إلي جوف هو يهودي. سكتت شويه وقالت لي ومن بعد وقلت لها صافي لقيتو، صافي لقيت الشخص اللي كيناسبني، فيه كل ما كنتمنى في الراجل، صافي هو هذا. قالت لي واش انت مقتنعة؟ واش انت سعيدة؟ قلت لها اها ماما. قلت لي توكلي على الله والله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. كانت من واحد الناحية مرتاحة، حيت بنتها الوحيدة غادي تزوج. فوالا بنتي غتزوج فريمون سيتي صافي. قالت لي واش غادي يسلم؟ قلت لها هي ليتس جو. قلت ليه مزيان. لقيت جامع في ماريلاند، دويت مع الإمام وقلت لي خويا جاي من المغرب مع مراته، واش تقدر تزوجهم؟ وجدت كل شيء. نتيلي وجدت كل شيء؟ وجدت ونظمت كل شيء. أنا اللي لقيت الجامع، بغيت ندير بلاصة للحب فين يعيش. ماشي مهم شنو كيفرقنا، حنا في الآخر إنسان. أنا قريت في جامعة ميشيغان اللي كانت كتشجع على الاختلاف، تأقلم، القبول بالآخر. هذا جزء كبير من تربيتي اللي كنربي عليه حتى بناتي، واللي خديته بالأساس من الأم ديالي.
كانت ديما كتقبل الآخر كيف ما كان، كيف ما كانت الميولات ديالو ولا عرقو ولا دينو. أمي هي اللي علمتني التسامح، وكنتمنى من ولادي يتزوجوا باللي بغاو. الحب الأساسي هو التفاهم، هو تفكر في الآخر، هو تعطي للآخر بلا ما تسنى منه يعطيك. الحب هو عطاء ونكران الذات. وهذا الشيء كتعيشو؟ كنعيشو كل نهار في حياتي الزوجية، في خدمتي. نبغي مراتي وخدمتي ونعطي فيها مزيان بلا ما نتسنى شي حاجة من شي واحد. وكنظن هذا مبدأ من مبادئ الإسلام. هذا الشيء علاش اعتنقت الدين بأريحية كبيرة. لقيت في الإسلام الفلسفة ديالي اللي كنت عايش بها، القيم اللي عندي كان ديما كتولي فدوى، هذا هو الإسلام. الحاجة الوحيدة اللي كانت خاصاني في الإسلام هو ندير لقط عند العدول. أما أنا كنت مسلم في الجوهر من قبل. في الأول من اللي عرفت فدوى كنت ساكن في مراكش، وكنت كنجي عندها مرة. وعوض ما نجلس في الوطيل كانت ماماها كترحب بيا في الدار، ولكن أنا في الصالون وفدوى وماماها سدين عليهم في البيت. وعجبني الحال بزاف. كنت جالس بوحدي في الصالون كنسمع الأذان ديال الصلاة، والجو ديال رمضان أثر فيا بزاف. من بعد ملي دويت مع ماما تفدوى على الزواج سمحت لي نقرب شوية، وخاف بيت واحد، أنا في بلاصة وفدوى في بلاصة. كنا كنحترموا حرمة البيت والأم. وملي تزوجنا صافي سد علينا باب واحد، وهاد التجربة أثرت فيا بزاف. من بعد ما كتعيش في أوروبا والغرب وسط ضياع القيم، ملي كترجع وكتشوف مبادئ بحال هادو كيخلقوا فيك إحساس جديد، فحال إلا رجعتي لسن المراهقة، سن البراءة. واش علمتي العربية؟ تعلمت النص نص في الكاس. مع هذه الجملة تقدر تمشي بعيد في المغرب. إلا عندك هذه لاباز تقدر تبدأ نهارك من ذاك الشيء. هنايا الناس ظريفين بزاف وكنحس بها كل نهار. واخا ما كدويش العربية ماشي كنقصوا منك، بالعكس كيبقاو غاديين معاك غير بشوية حتى يفهموك وحتى يشرحوا ليك. هنايا الناس كيصبروا معاك ويحاولوا معاك باش تعيش وسطهم. واو كتعجبني هادي. Bluebells, cockle shells, Evie, over. Mother's in the kitchen doing a bit of stitching. Baby's in the cradle. On veut que notre enfant apprenne les trois langues. Donc moi je m'engage. بغينا ولدنا يتعلم اللغات الثلاث. أنا غادي ندوي معاه أونجلي. مو تدوي معاه فرنسي. وجدات وماما غادي تدوي معاه بالدارجة. وضروري بالنسبة لي ولدي يدوي بالدارجة. لحقاش هادي بلادو وثقافته. كتقول ماما، شكون ماما؟ نوتخ مامون سي حميتا. ماما تفدوى هي ماما، رحبت بيا ودخلتني لدارها، هي بالنسبة لي أم. البدايات ديالي هنايا كانت صعيبة بزاف. كنت كنتسقرم وكنزير راسي باش نلقى ما ناكل. كان عندي واحد المش، وبعض المرات كنت كنضطر نعزل يا نوكل المش ولا ناكل انا. وعقل قريت واحد المقطع في حبي الصوفي اللي عاوني. مهما كانت ظروف الحياه مظلمه انحلاكها فلا تدخل لضواحي الياس، وحتى لو وصدت كل الابواب سيجعل لك الله مخرجا وكن شاكرا. تشكر من اللي كيعطيك وتشكر من اللي كياخذ منك. وهذا الكلام عاوني بزاف. صعيب تبقى شاكر ملي كتصعب الدنيا. تعلمت نشكر واخا عندي 15 درهم في جيبي، حسن من 10 درهم. لحقاش نقدر ناخذ التمر والشباكيه مع الحريره، ماشي غير الحريره بوحدها،
هاد الروحانيات هي اللي عطتني القوة باش نبقى صابر وشاكر وخا ندوز من أصعب المراحل. كنت من نلقن لولدي كل ما هو جميل في الدين بالروحانيات ديالو، حب الطبيعة، حب الناس، كنت من نلقنهم ليه. أنا محظوظ بزاف حيت تلاقيت بمرأة كتبغيني وكتهتم بيا. كيجمعنا حب وتوافق كبير. أنا محظوظ أنني لقيت بلادي الثاني اللي رحب بيا وليت مقيم فيه وكنربي ولدي فيه. سيان شفية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله جود علينا. قروا يلقاو بحبهم فوق كل شيء. كنحييهم وكنحيي الجرأة ديالهم. من أول يوم شفتك وانا 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 قلبي سكران من سقف حياتي. البحث ديالي وصل نهايته من خلال هاد القصص اللي شفت وهاد الناس اللي تلاقيت. ليلى، فاطمة شنوية، كارولين ويزيد، فدوى وطوني، عرفت بلي نقدروا نساو كل شيء باسم الحب، نجاوزوا الفوارق الطبقية العرقية والدينية ونفكروا غير في الحب اللي كيجمع جوج. قربت أكثر من والديا، من قصتهم حاولت نفهم شنو عاشوا، وصلت لنتيجة واحدة، فرانسواز كان عندها الحق. ما كاينش جواج ميكست أو لا مختلط، كاين قصص حب بلا حدود. أنا زكية بنت جاكلين عزيزة والعربي، زاديت وخلقيت وكبرت في الحب، الحب بلا حدود.